غنى طلعت غنى وشوق غباين. احنا لنا شوية هديسة. قولي نبازة ونقرازة تروقب عالخافي والباين. نبيلة بنت أصل ومفصل وفي سرايا تربت عالعز. عيت نخطط له ونفصل وفي الاخر عالواطير كز. نسيبة جعلنا نسيب العازة لا عنده قصور ولا حوازة. ولو ذكر الدرار يكز. كان شفتي المال اللي جتني غرتني وبعدين رمتني مشتني نصيب وردتني في عمري هذا وزلبحتني. اللي يبي يسعد بزواجه لابد يضحي بعزازه. شكرا هي اللي حنتني وتحطف سلفه. تحطف سلفه موضتها انقرضت من وين غير قولوا باهي من تلفه. بنادم لا بماله لا بزين اللي يلمع مرات قزازه وحسب الزين الضو القاسي. دوا هذا فشفى الحين حكايتنا على عزوز وكن واحدة 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 اتنين. ولو كان مبسوط ما هو مبسوط. شاقي وحزين شاقي وحزين شاقي وحزين. المحبة بخوت لا هيك مال ولا هيك زين. حب الياذوب زيت شرفة بكل ضمن الطين. المحبة بخوت لا هي سموري يا لازم. حب الياذوب يلقوهم لوح في الطين. وانا المبخوت يا انا المبخوت. فيك يا نور العين فيك يا نور العين. حب بخوت لا هب مال ولا هب زين. حب الياقوت زين شرفه بقربه من الطين. المحبه بخوت لا هي سموري يا لازم. حب الياقوت يلقوه ملوح في الطين. وانا المبخوت يا انا المبخوت. فيك يا نور العين فيك يا نور العين. ما صدقش بيع عز الدين. ما صدقش انه حول ولدك من مربي جيلي تاجر استغلالي يضرب حاجة الناس يمنحها عليها ما انت ما يبي ويفرج عليها ما انت ما يبي. بيزيد كم منك حتى انت يا يكون في حلمك يا طول ما انا عايش في البيت خلايا سوس البيع عز الدين بخشاش لا بضاعه ولا 40 دينار الليله كله في كاس البيع. هذه الفاتحه وانقرت باهي
بصراحة وعندي شروط لابد تتنفذ وإلا الشيخ اللي كتب الفاتحة يكتب الطلاق. انت هبلتي ولا شنو؟ نكتب للمكتب والمخزن باش يرضى سلبي ويتجوز؟ إن شاء الله ما تجوز. لا غير نشبح فيها حتى هي توطي في روحها. اسمعي الله كان هي تبي تمشي أنا والله ماني قصاتها راح. لا يا سمورة وراسك انتي وراسك انتي ما هي بتبعت لنا جهرة. لابسة وترشقة وين على خير إن شاء الله. مش بنمشوا لي محضر بنت عمة سميرة يا الله؟ وانتي من استاذك؟ مدام استاذ نوك معناها حتى احنا معك؟ لا يا للا انتي مش معي. شو معنى كلامك يا معناها بالعربي ما نبيكش تمشي معاه. هذا محضر ناس بوم بوم يا للا. يا الله اللي تديري فيه غلط. انتي لما تقللي من قيمتي قدام الناس معناها تقللي من قيمتك ومن قيمة العيلة. في النهاية أنا مرت ولدك ومحسوبة عليك مهما حاولتي تتجاهليني. ما بيفك إني منقطف كباري ناحية هدني ديشات للبسنيه مغسلي هذاك الصابون المعرض. يلاي هيا وقفي علينا في الساعة. يا الله نشهد بالله انك مسحت علي قلبي زي العسل. مزان والله غريت تمشي معانا. عشان بندير لها هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. وين على خير يا ماشي اللي محضر بنت عمة سمير. مالا فاطمة ما زال ما تجرحها خليش نستعجلها لكم. لا لا فاطمة ما هيش ماشي. ايش ماشية؟ كيف ما تمشيش يا؟ تمشي بالسيف عليها؟ بنت عمة سميرة ماهيش برانية تعتبر من العيلة. يا ودي قالت ما نبيش نمشي هي حرة ما بناش نغصبوا عليها. يام يام ضروري رجلها على رجلك في أي مناسبة. أمال كيف كنتك؟ يا ودي هي حرة وبعدين تأخرك هيك دوتك هل ها؟ وتمشي لهم حتى يوم تاني ولادي يكبرك لهم. باهي باهي مالا خلوا وصلكم هيك. لا لا خالد خو سميرة هو اللي بوصلنا. لا اهو اخوي برا انا هي هي سدي روحي هاي الله هي هاني ماشيه هاي اسمع ايوه سلم ولادي فتوحه تربح ما تديلهاش مشكله. حاضر يوم حاضر هاي. كون متهني كون متهني سلم تاني وتلمي في احواجك من غير نقاش. تبغى تقول لي شو فيه؟ ممكن تنفذ اللي قلت عليه بدون اسئله. انا والله ماني مدايره حاجه لما تقول لي شو اللي صار. تقدر تقولي لي علاش ما مشيتيش معاه من المحضر؟ ما مشيتش على خاطر نحس في روحي تعبانه شويه. هذه هي كل حكايه. كذابه فتحي. ما تقولش حتى كلمة لأن سمعت كل دار بينك وبين أمي. يا سعد شهور وانا نساير شهور وانا متحمل كلمة نسمعها وكلمة ندير روح نسمعتهاش. يا سعد فديت يا فاطمة. يا فتحي غير وسع بالك معليش سيورها تتغير. لا خلاص خلاص الحوش هدايا ما عادش نبدأ نقعد فيه وهلا نهار. تمشي معاي تفضلي تقعد هنا انت حرة. لكن يا فتحي طلوعنا من الحوش ما يحلش المشكلة بالعكس يزيدها. حط حواجك في الشنطة غير
وسع بالك واسمعني شوية، خلي نتفاهم. خلاص النقاش انتهي، خذ حواجك ولحقيني في السيارة، أنا راجع بيك بسرعة. هاي هادو قليلات لصلوا شنو يديروا، ما بطلتش معاني نطلعات من الحوش. لا ولدي ما يلتمش، شربته لا في الشاهي بحوينات يهما اللي بياكلهم الدود والتراب، ريتها وهي تحط لفي. الله غالب، الله غالب يا حن، لو كان خدي كلامي هذا كله ما وصلش فيه. سميرة، سميرة كتر منها، يا ريتها كانت كل حبيب. باه باه يمشي يفتح الحوش بسلامة. تو بسلامتك. نبدو عادو. Thank you.
راقد وانت ونوض ونوض بروحي. باهي شين عندي نشين وراي لا خدمه لا قدمه. هذا عرفات انا نوض كان توصلني المحاضره يا ودي تبدا 9:30. ودي بري يا ولا نفتح السياره خدي يا مبري بروحك. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. باهي هاد الفلوس بس نصب السياره بنزينه. اولا الفلوس في الجاك بري خديه وفكين. صباح خير ليلى. شنو حتى اليوم بتمشي بروحكم؟ وش بندير؟ كل يوم نفس الكلام. علاش بنوض؟ شنو راي؟ بصراحة يلاي حرام واحد زي خالد مصنع منع كل نشاط وحيوية يقعد راقد لهقاس هالوقت. حتى زميلاتي لما ينجدوني راجلك شنو يخدم؟ ما نلقاش ما نقول. راهو أنا في النهاية ما يهمنيش. لكن عاد المفروض سيدي ما يرضاش يشوف ولده بهالحالة. وهو ما شاء الله الله يبارك الشركات والمصانع والمخازن. عندك الحق يا ليلى كلامك مزبوط لكن انا عييت من الدوة. الله غالب. خشي خدي فنجان قهوة قبل لا تطلعي. لا 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 وقت عليا. مع السلامة. مع السلامة يا ليلى. اسف عظامي من الدقدقات. تقوليش كنت مكر في بلوك؟ مع منو كنت تتكلمي؟ مع مرت ولدك. حتى اليوم ماشيه بروحها. قولي لي ولدك هذا ما يتحشمش؟ ما يستحيش؟ انت كيف قاعد راقد ينخط وزوجته ماشيه للجامعه بروحها؟ ما هو انت السبب يا عز الدين. صبح صبح يا فتاح. لا لازم نكلمك يا عز الدين ولابد ما تسمعني. باه باه قبل ما تكلميني وقبل ما نسمع لك نوض جيبي لي شاهية. مع ولدك علاش تعامل فيه المعاملة هدية الواه؟ مش تبندي لأكتر من هيك. السيارة وآخر موديل، الملابس بالعشر بدالي ياخد فيهم في كل مرة، الفلوس ومدير لمعاش يسد تلت عائلات. شنو بي أكتر من هيك؟ نبيك تهتم بيه تشغل معاك خدمة يا عز الدين. خليه يشعر بنفسه إنه زي الناس، عنده عامل يمشي للصبح يروح منه الظهر. مش معقولة هيك قعدت في الحوش يا عز الدين تمرضى تركب له الكساب. تصور حتى جوزته مش راضيت له بهالوضع هذا. اليوم الصبح كلمتني توا قبل لا أنت تخش كلمتني وتحط في اللوم كله عليك أنت بالذات. لوا وش ناقصها حتى هي؟ سبحان الله يا رب مش عارفة كيف. شن حكايتك بالضبط؟ أنت تنحي من راسك إن كل شيء فلوس ولبس وماكلة. لا يا عز الدين، كل مرأة مدى بيها يكون لجوزها شان قدام الناس. تبي تحس إنه يشتغل ويتعب ويشقى من أجلها، مش هو قاعد لي متكي في الحوش مرتاح وبوه
ليش أبوه هو اللي يخدم ويصرف عليه؟ باهي باهي تسكر علينا الموضوع توا هدايا وكل شيء بوقته. يا فتحي راسي بينفجر، حرام عليك يا سرنا من هالطقان. اسف اسف يا فوزي، نسيت نفسي. متضايق لانك طلعت من حوش العيله؟ طبعا متضايق يا فوزي، المساله مش بسيطه بعد رحله العمر هذا كله. وعلاش طلعت؟ علاش ما تحملتش وصبرت لنفرج الله؟ طلعنا يا فوزي اخوي كان ضروري، ما فيش منا مفر، لان في ابعادنا على الحوش فتره من الوقت، فرصه للحاجه باش تعيد حساباتها وتفكر بهدوء. يعني رجوعك للحوش وارد؟ اكيد 100% يا فوزي اكيد، لكن اللي مضايقني توا اني نحس في نفسي كاني ضيف ثقيل على حساباتي، رغم انهم قريب يحطونا في عيونهم. تحس نفسك كأنك مقيد، ما تقدرش تتحرك بنفس الكيفية اللي كنت تحرك بها في حوشك. أنا يا فتحي يوم ما قلت لي أنك بتطلع من الحوش كان عندي عرض بخصوص السكن، لكن لما قلت لي أني قررت بتسكن في حوش نساباتك احتفظت بعرضي بصراحة. شنو هو العرض؟ العرض شقة مفروشة تحت تصرفك من الباب للمحراب. شقة شكون؟ شقة أخوي عبد الكريم. أنا قايل لك طبعا اللي هو مسافر في بعثة دراسية لمدة سنتين، واهو بدل ما تقعد الشقة فاضية تستغلها أنت نيني فرج الله. تعرفي هي عاودت لي واني خلاص. تعرفي ليه 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 جنابي منها وجعوني قسما بالله. أي ما لا 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 هذه ما قلتها ليش. يا سميرة يا سميرة يا بنيتي سكري سكري ونودي ديري الغداء وقت فات. يعني شن تبيني ندير؟ ها المراه قالت هدرز معي في الهاتف، شن تبيني نقص عليها تدريش ولا كيف؟ توليك قريب ساحه وانت تدبي ما عيطيش. ايوه سامحيني يا مريم، غير كنت ندي شويه مع اللاي. في غير كملي. لا لا تعدليش با صلي على النبي. لا لا ما سمعتهاش هذه. ايه حاجات جديدة هذه با با يا سميرة مصف علي جاية نودي تربح. والله ماني مسكر الهاتف ولا مطيبة في حربي. باهيو تهنيتيو يصير منا هذا يصير ونفس باهيو. ايوه يا مريم. تعرف يا فتحي طلوعنا من حوشكم كان غلطة كبيرة. شي نخطر عليك الكلام هذا توا؟ أنا أصلاً ما نسيتاش باش يخطر علي. قلت لك أكثر من مرة يا فاطمة أن طلوعنا من الحوش كان لازم منا لعدة أسباب. السبب الأول أنه هو باش نعطي أمي فرصة تفكر وتراجع نفسها على راحتها، والسبب عارفة ومقتنعة بوجهة نظرك. بس في حاجة تانية ما درنا لهاش حساب. شن هي؟ خوك مصطفى. مصطفى؟ شنو علاقة مصطفى بموضوعنا؟ تعرفي فتحي بطلوعنا من الحوش أعطينا فرصة لسميرة أبوها إنهم يقدروا يحكموا سيطرتهم على مصطفى. كان المفروض قعدنا معاه وهيك نقدروا نحدوا من هذه السيطرة. ما أعتقدش يا فاطمة،
انت تعرفي كويس اني حاولت قديش مره ومره نفهمه من هو عز الدين ونحذر من النتائج اللي ممكن يوصلها لو استمر في التعامل معه. وقت من هذا ما اظنش كنت نقدر ندير شيء تاني. يا فتحي يا فتحي، مصطفى والشباب اللي زي جرفهم التيار، والتيار هذا كلنا نعرفوه وين يصب. احنا المفروض نحموهم ونحطوا حواجز تمنع التيار هذا، كل ما يتهدم حاجز نبنوا حاجز جديد. ما نيأسوش، والامل في الله كبير فينا نمنعوه من ان يجرفهم للمصير الخطر. إيه كلامك مظبوط يا فاطمه، هذا في حاله لو اللي صاروا مع التيار كانوا ناس جاهلين او مخدوعين، لكن اللي زي مصطفى واللي ركبوه بمحض ارادتهم وبكامل وعيهم، نصايحنا لهم ما تعني شيء. تعرف يا خالد، لما جيت امك تخطب فيا وعرفت من امي وضعكم المادي، وفقت من غير حتى ما نشوفه، لان الحياه اللي كنت باستمرار نحلم بها اصبحت حقيقه. فيلا فخمه على البحر، سيارات، لبس، حفلات، سفر، في الاخير رست على دار مع امك. تعرفي اللي حلمتي بيه انا ضروري نحققه لك. امتى ان شاء الله؟ لما نعجز؟ الله غالب. حاولت معاهم ما فيش فايده، حاولت نمثل معاهم الولد المطيع ما ينفعش، الزوج المثالي والملتزم ببيته ما ينفعش. شباني مسكر راسه، شي تبيني ندير له؟ نسيب متمتع والولد محروم. ما هو هذا اللي واكل على قلبي وشاه، من مدرس كحيان على ذا بحاله لمدير شركه يمرويني. والحل؟ مش عارف، مش لاقي اي حل. بالعكس، الحل الهلبة وكلها بين يديك يا خالد. تعرفي اعطيني حل واحد بس كان ما نحقق لكش احلامك، واحلامك المستقبليه اللي ما زلت بتحلمي بها ما نبداش اني خالد. لكن عاد هذا ما يكفيش كتمن للحل يا خالد. كيف يعني؟ شو قصدك؟ ايوه انت قلت لي شو قصدك. انت لما تبدا عندك مشكله قانونيه او قضيه معقده، مش تمشي المستشار وهو اللي يعطيك الحل؟ مظبوط. والمستشار هذا بتدفع له اتعابه ولا بلاش؟ ندفع له طبعا، كيف ما خلاص انت صاحب المشكلة وانا المستشار. وقديش اتعابه؟ 50% من اللي تحصله. انا كنت مسحاب لي وياك واحد. لا يا خالد، احنا اتنين، واحد زايد واحد يساوي اتنين. شن قلت؟ خلاص انا موافق، وكان اكتب بها الموافقة مكتوبة عادي. انا عيب يا خالد، انا في النهاية زوجتك. صباح النور. من يتكلم؟ العفو، ما عرفتينيش، أنا فاطمة. أهلا أهلا، كيف حالك؟ اتفضلي. لو سمحت أعطيني اللايم من فضلك. لا لا، ما هناكش. معلش، تو نعاودلها بعدين، والنبي سلمي عليها هلبة. بسلامة. مع السلامة، في أمان الله. شكون اللي كان يتكلم؟ واحد قالت. كان ما نطلعش نجمه وربي نموت. بس هذا مش كلام يا سميرة، قريب 3 أيام على بعضهم وانت تطلعي. ما تنسيش ان امي قاعده بروحها ومحتاجه لمن يونسها. امك ما تبي حد بحداها يفوت نهار بطوله ما
تجيش بيني وبينها كلبه، يا اما في دارها يا اما تتبع بالمسلسل يا اما تصلي. انا بصراحه خلاص ما عادش نقدر نقعد في هالحوش. انا نبي نطلع، نبي نعيش، نبي نضحك، نبي نهدر الزنيله ونقعد هنا في الحوش. انا متاكده اني بتفخش. ما لو ما تبي تمشي امي معك. تمشي تمشي غير طلعني من هالحبس لننفجر. ديسيش علي يا فاطمة، شكلك يقول أنا في شيء. مرت خوك يا سيدي. مرت خوي؟ خيرها ولقتيها؟ اتصلتني بنكلم اللي ردت عليا هي. تكلم فيها من راس خشمها، تقول عمرها ما سمعت صوتي، ما عرفتنيش في الأول. المهم قلت لها أعطيني اللي نبي نكلمها، قلت لي ما هناش، طلعت وأنا متأكدة أنها قاعدة. بصراحة يا فاطمة تبتيلي اليوم أنك درويشة بالحق وتنزاري. تبقى هيك وبكل بساطة تعطيك الله تسأل عليها وتهدرزي معاها، وهي ما صدقت أنها نجحت في التفريق بينك وبينها. هاي فطوم، هاي فطوم على خاطرني، هاي برد لينك هي وانسى الموضوع هذا من بالك. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنستينا يا حوا، الله يعطيك يا حلوم. تفضلي يا عمتي ساعدي روحك. تفضل عليك ويرحم والديك. اسمعي يا ما تعدليش عليه، باش مرتين تبي تقول تطلع معي تشعر مرة واحدة. كيف هذا باش كلامي سميرة؟ تمشيش تعاود لمصطفى؟ حاجة الله كبيرة، كان عاودت لمصطفى سبني خاف مناني. اسكتي اسكتي. ايش تكلمني يا ماما؟ أنستينا يا حوا، كيف حالك؟ كيف حال الأولاد؟ ما توخدينيش، غير مشغولة شوية. تو نجي نقعد بحداك. بعد المغرب وين تمشي؟ تمشي لو بحر تمشي. ومصطفى ما يقول لها شيء؟ ما داير الدير مكاره الراعي، غداهم وعشاهم في حوش النانا حلومة، وانا ما مدورني حد، قاعدة بروحي لمن يخش علي ولمن يطلع، وبقوم بروحي زي الغولة في الحوش. ولاش تبدي بروحك؟ امشي معها. مشيت معاهم مرة واحدة ومن يوم حلفت ما عاد ماشي. حطوني في الدار قريب ساعتين لما جاي قاعز بحداي، أنا اسمع كان في التهدريز والضحك في الصالون. يعني يرخوها لك العين؟ هذا اللي صار.
اليوم حلفت معاد متبعت الهجر. مش هذه بنت الأصل والمفصل يا حبيب؟ مش هذه تربية النانا حلوم؟ هذا كل ذنوب هذيك المسكينة اللي هججتيها من الحوش بالأسباب. ما خير فهم الخير صحيح كلهم زي بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أظني بعد كلام ربي ما فيش كلام تاني ينقال يا فتحي. أنا بصراحة مش راضي على طلوعكم من حوش الحاج. احنا ما طلعنا من الحوش اللي بعد ما فضل كيل يا عم محمد. صبرنا على أمل أنها تتغير ترجع لعقلها. ما فيش فايدة، كل مشكلة أكبر من الثانية. قلت بالك غيابنا عليها لفترة ممكن يغيرها. مهما دارت المفروض صبرت وتحملت. أهو في وجهها يا أبوي، لآخر لحظة أنا كنت رافضة نطلع من الحوش، والله ما طلعت إلا بالسيف عليا. أنا نعتبر فيك زي ولدي يا فتحي، وما نرضاش لولدي يغلط غلطة زي هذه. ضروري ما ترجع وتطلب منها السماح اليوم قبل غضوة. حاضر يا عمي محمد، حاضر، يكون خير إن شاء الله. سميرة مريضة، صحتك يا عيني. ربي يجعلها شوية.
نعم. ترى شوف الردي هذا شراي فيه. مشكو لك انت قلت يدفيك فيها السقعه. صحيت نوض ندير القهوه. لا لا صحيت يا قامزي خاطريش يا نقامز بحلاك الونسك اللي نروح مصطفى. ما فيش لزوم اروح بالك مرتك تنشغل عليك. باهي يا مرتك بسلام. سلمي على مصطفى. بسلام. مع السلامة. Thank you.